تم تأهيل المعلمين على الوسائل والأدوات التكنولوجية اللي تؤدي لنجاح العملية التعليمية. والحمد لله كان لنا السبق ان احنا نعمل زي موحد للمعلمين والمعلمات، وكان في بعض يعني من خلال بعض المعلمين كده يعني هم معترضين على فكرة اليونيفورم وبتاع، فالحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لتوحيد زي موحد للمعلمين والمعلمات وبشكل يليق بيهم ويليق بيهم امام تلاميذهم وامام اولياء الامور وامام المجتمع. السنه دي تم حاجه جميله ظريفه وهو زي الموحد للمدرسين. اولا الطالب يبقى ليه انطباع ان بين حاجه جميله ان يشوف معلمه لابس زي وهو زيه زي مين؟ زي التلميذ. التلميذ ده مثلا تيشيرت ويونيفورم معين، والمدرس برضه ليه يونيفورم معين، فاليونيفورم ده بيدي ايه؟ يعني زي ما تقول توحيد. يعني اتعمل عن طريق المجهودات الذاتيه والمشاركه المجتمعيه، اللي هو من غير ما نكلف الدوله عبء ويبقى تطوير المعلم عبء على الدوله، احنا بنفكر ان احنا يبقى في تطوير للمعلم والمتعلم، بس الهدف كله ان احنا ما نبقاش عبء على الدوله ونكلف الدوله فوق طاقتها. انت بتختار مكان فيه ثقافات كتير جدا مختلفة، يعني لما نيجي نحدد نقول مدرسة الإمام الشافعي احنا بنتكلم في مدرسة في وسط مقابر، يعني الثقافات اللي جوه المدرسة صعبة جدا، فانك تنجح في مدرسة بالشكل ده يبقى نجاح التجربة في مدارس تانية ان شاء الله هيكون اعلى واقوى بكتير. يعني فكرة تطوير المعلم عن طريق الزي الموحد للمعلم، ان هو المعلم يبقى لابس بدلة والمعلمة تبقى لابسة بلطو، وطبعا الموضوع ده تلقى قبول واستحسان عند المدرسين عالي جدا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نقدم حاجة للبلد ونقدم حاجة للتعليم في مصر. ان شاء الله ان شاء الله زي ما قال السيد رئيس الجمهوريه ان عام التعليم عام 2019 هو عام التعليم، احنا بنقدم له مدرسه الامام الشافعي هديه في عام التعليم.